وصلنا للقسم الأخير مشاهدينا من حلقتنا لليوم. من 8 إلى 18 ديسمبر يقام سوق الكتب بجبال بالسوق العتيق. تنحكي أكثر عن هالسوق رح نستقبل صاحبة فكرة بوك يارد السيدة إليان أبي جريد. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. فكرتك أكثر من رائعة ونحن كثير بحاجة لها بالعصر يلي نحن عايشين فيه هلا. سوق بوك يارد هدفكم دعم القراءة وطبعا الكتابة بمجتمع يعني للأسف الشديد يعني عم نفقد كل شيء فيه. التكنولوجيا عم تاخذ يمكن المحل الأكبر بحياتنا كمان الثقافية للأسف الشديد. يمكن أنتوا من هون انطلقتي بالفكرة أنه تعملي هالبوك يارد بسوق جبال. إيه نحن انطلقنا من حاجة، هي حاجة بالأول يعني، لأنه في كتير ناس كانوا بنسمع هيك بعدنا أنه عندي كتير كتب بالبيت ما بعرف شو بدي أعمل فيهم، الكتب غليانة بالسوق. هو مزبوط غليانة. كل هالأفكار، فتجمعت هيدا الأفكار وقررنا أنه نعمل مثل سوق للكتب. نعم. يكون شعبي يعني التسمية شعبية دجا، أنه الناس تقدر نفتح لهم مجال يجوا يبيعوا الكتب سور بلاس أو يتبدلوا الكتب كمان. يعني بيجي شخص مع كتاب بياخذ كتاب بدله. يعني في بدل كمان. Exactly. نعم. ولكل الأشخاص اللي عندهم يمكن كمية كتب بدهم يبيعوها، المفروض ياخذوا ستاند عندكم يعني قبل بوقت؟ بيحجزوا. هلأ صار في كتير حجز، يعني كل واحد بياخذ مساحة صغيرة بحط عليها الكتب تبعه، بيقدر يكون عم بيناقش هيدا الكتب مع الأشخاص اللي عم بيجوا يزوروا، وبذات الوقت كمان بيقدر يبيعهم يعني أو في نقى أنه يبدلهم كمان. نحن عنا كمية كتب كمان للتبديل. نعم. اليان عم نشوف هلأ فيديو. هذه أول سنة عم بتقوموا بهالمبادرة؟ ما بعتقد. لا نحن صارلنا 3 سنين. نعم. بهيدا الجردان اللي هلأ مبين هو بتعطينا إياه بلدية جبال كرمال. نعم. نعمل النشاط. مه. وأكيد التنظيم علينا وأنه نستقبل العالم كمان علينا. وهون انه كل هيدا الجاردان بيكون مثل ما شايفين مليان كتب. وفي السؤال يلي بيطرح نفسه، كيف عم بيكون في يمكن انتم كمنظمين كيف بيصير في مراقبة على الكتب يلي عم تنزل ايضا؟ نحن ما بنمنع كتب ابدا الا اذا شخص جاي وعم بيبيع نوع واحد من الكتب او عم بيسوقها. يعني عم بيسوق لفكره او لقضيه. ما بعرف انه لا بعرف انه في كتب من سياسيه. Exactly. يمكن لا بنفتح يعني مجال حتى بيتضمن انواع كتب عديده يعني عديدة من كل الانواع من كل الفئات من عدا كتب المدرسيه لان بدنا نبعد شوي عن الكلاسيك وعن الاجباري تنس ضلها تحب انه تقرا يعني تالولاد يجوا مع اهلهم مش اجباري مش من خلال المدرسه هيك يكونوا جايين عن جد يعملوا نشاط. نعم. معين. قد ايه الاولاد بعد في عندهم يعني جو المطالعه بالبيت؟ يعني انتم صار عندكم احتكاك مع العالم يلي بتجي للسنه الثالثه. قد ايه في اولاد بتلاقي عن جد بيلهف تيمسك كتاب؟ هي بتعود للاهل لانه الاولاد ما بيجوا لوحدهم، اهلهم هن اللي من هن وصغار بيربون على انه يقروا. بلس نحن بنعمل لهم دائما سبيس لهم بقلب البوك ماركت. هيدا السبيس بيكون فيه كولورينج، بيكون فيه كتب ليقروا، ما هم مجبورين يشتروا الكتاب، بالعكس بنفتح لهم مجال انه يكونوا قاعدين عم يقروا بهيدا السبيس تبعهم. وهلا بسوق الكتب اللي من 8 ل 18 رح يكون فيه مشاغل، عده مشاغل للولاد مثل كاليغرافي ورك شوب هلا مرق، مثل كمان كونتين استوار رح تتخبر سبت بعد الظهر على الاربعاء هيدا السبت. كمان هيك حدا كثير هي شخص شيرين، شخص كثير بتعرف تحتك وبتقرا للولاد. وكمان في عدة مشاغل مش بس للولاد، يعني في رح يكون في كمان بيبر ارت ستاندات فيهم بيبر فولدينج اوريغامي كاردز دفاتر معمولة على الايد، يعني كله خاصه بالورق وبالكتب. إليان أبي جريد شكرا لوجودك معنا اليوم، اكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بهالسوق اللي عم بتنظموه، اكيد اللي عم تنظموا البوكيات. شكرا لك إليان.